كده يا ابني؟ انتوا قاعدين في اوتيل ولا ايه؟ شاي وقهوه وميه معدنيه. انت بقى سليم الانصاري؟ واضح ان الجماعه هنا بيحبوك قوي، طمرت فيهم العشره والزماله. انا كمان عملت حساب الزماله وقلت قبل ما اقدم التقرير للنيابه اجي اقعد معاك. اظن اداني العيب. انا صلاح الطوخي من التفتيش. سمعت عنك كتير بس عمرنا ما اتقابلنا. طيب كويس انك سمعت عني، معنى كده انك عارف طريقه شغلي كويس قوي. قول لي بقى، انت قتلت الولد ليه؟ صلاح بنت جاد اسماعيل، مش كده؟ ده حقيقي جاي اسمع. ازاي وانت جاي حاسب قضيتك اللي انا قتلته؟ عاوز اقول لك على حاجه يا سليم. انا بقالي 48 ساعه ما ورايش غير قضيتك. انت عارف ان شغلنا في التفتيش خلانا نقابل نماذج كتير من الضباط الفاسده واللي بيتجاوزوا اللي زي سعادتك، وده ادانا خبره في التعامل معاهم. وللأسف كل الأدلة بتقول إنك أنت اللي قتلت الولد ده. أنا ما قتلتوش، والخلافات اللي كانت بينا كلها خلصت في ساعتها وإحنا قاعدين. ما هو الكلام ده أنت قلته في النيابة. طب كويس أنت سمعته. أيوة بس أنا مش جاي لك عشان أستهلك وقتي في كلام فارغ زي ده. ولما أنت شايف إن هو كلام فارغ، تعب نفسك وجاي تسمعه ليه؟ أنا جاي أديك فرصة أخيرة يا سليم عشان تدافع عن نفسك قبل ما أقدم التحريات للنيابة. وأنا اللي حصل قلته، ما عنديش حاجة تانية أقولها. سليم بطل الحركات دي بقى عشان ما بتاكلش معايا. أنا مش فاهم أنتوا ليه عايزين نعترف بحاجة ما عملتهاش. أنا هخليني معاك وهفترض إني مصدقك، بس إديني دليل واحد على كلامك ده وعلى إنك بريء، وأنا أقسم بالله وبشرفي هساعدك. أنا ما قتلتش حد، ومش عارف انتوا ليه مش عايزين تصدقوني. أنت عاوزني أصدقك وأكذب كل الشهود والأدلة؟ الشهود كلهم زور، والأدلة دي كلها متلفة. أسليم أنت معروف عنك إنك أعنف ظابط في الداخلية، بأمرة عاشور اللي رحت تجيبه وقتلته. عاشور كان لسه قاتل ظابط زميلي، وكمان كان قتل عيل صغير. طب والواد اللي أنت ضربته في الصف وكان هيموت في إيدك، برضه كان قاتل زميلك؟ وحمادة تايسون اللي جرجرته في الشارع وسحلته زي الحيوان، ده برضه كان قضية متلفة؟ هو انتوا عايزين تحاسبوني عشان بعمل شغلي صح؟ طب وزياد؟ زياد كان جاي يبلغ على ابن لطفي ابو المجد. تامر ابن لطفي ابو المجد اثبت وبشهود انه ما كانش موجود وقت الحادثة في القاهرة، وان عربيته كانت بتتصلح في نفس الوقت. كذب، كل ده كذب، وانا شفت الفيديو بنفسي. هو فين الفيديو؟ ما اعرفش. مين خده؟ ما اعرفش. انا بقى عارف يا سليم، عارف ان اللي زيك عامل زي السرطان، موجود في وسط الداخليه عشان ينتشر يكبر، تجاوزات تكتر. اقول لك يا سليم، انا عملت اللي عليا. من بكره الصبح التقرير هيكون في النيابه، وعايز اطمنك ان مطمن قوي اني ما ظلمتكش. لا مؤاخذة يا فندم، محدش بلغني من ساعة الجاية النهاردة. هو الباشا متهم ولا نزيل في اوتيل؟ على فكرة هبعت بكرة حد من التفتيش يفتش عليكم، ولو التجاوزات دي كانت موجودة هتحولوا كلكم للتحقيق. طبعا مقدر انكم اهله وخايفين عليه،
بس عايز الفت نظركم لحاجه. لو ساعدتوه على انه يهرب هتبقوا بتضروه مش بتفيدوه. ايوه صلاح بيه، بس انا اخويا بريء وما عملش حاجه. هو البريء برضه يهرب. انتوا اللي اضطريتوه يعمل كده. احنا اللي اضطريناه. يعني احنا اللي قلنا له يضرب الولد لحد ما يموت في ايده. احنا اللي قلنا له يروح يبتز الناس ويحاول ياخد منهم رشوه. والكلام ده كذب وما حصلش منه حاجه. هو ما قدرش يثبت انه كده. ولو بريء بجد كان وقف وواجه واثبت براءته. لما هو تصرف تصرف ملوش اي علاقه بالرجوله، وتصرف زي اي مجرم وهرب. ابني راجل يا صلاح بيه، وهيفضل طول عمره راجل، وقادر ربنا يزرع الحق. في حاجه تانيه ولا ممكن تسيبنا بقى في حالنا؟ انا متاسف جدا، بس ليا رجاء اخير يعني. لو حاول يتصل بيكوا يا ريت تبلغوه ان اللي بيعمله ده مش هيفيده، هيضره اكتر. انا اسف على الازعاج. عن اذنكم انا عارف طريق الباب كويس. انا مش فاهمه ايه اللي افترى ده. الله الغالب يا بنتي، الله الغالب. هاي والبنت دي فين دلوقتي؟ طب كويس، انا مسافة السكة هكون عندك. سلام. انت متأكدة ان هم دول يا فاتن؟ ايوه يا سعادة البيه، هو انا اقدر انساهم؟ ربنا يستر طريقهم زي ما سطروني، ويقف جنبهم زي ما وقفولي. يا رب يا رب. قولي يا فاتن، هما بعد ما وصلوكي راحوا فين؟ أنا آسف يا سيادة اللواء إن أنا ولعت سجارة في وجودك. أنا منكرش يا سيادة اللواء إن أنا اتهزيت شوية من جوايا بعد ما عرفت اللي عمله مع البنت. اللي أدهشني أكتر إن أنا سمعت البنت وهي بتدعي له. مع ان واحد في ظروفه دي المفروض يبعد عن المشاكل بقدر المستطاع، بس غريب قوي. بس كل ده ملوش علاقه بالقضيه بالمناسبه يعني، وبرضه مش معناه ان سليم مجرم. ما هو ياما في مجرمين بيطلعوا فلوس لله، تجار مخدرات خارجين على القانون، قتله، فاتحين بيوت ناس غلابة كتير قوي، بتبرعوا بفلوس لله كتير. ما هو سيادة اللواء زي ما اتعلمنا، وفي شر مطلق ولا خير مطلق. يعني لا في حد بيعمل شر على طول ولا في حد بيعمل خير على طول. يعني مش معنى انه عمل كده مع البنت انه ما عذبش الواد لحد الواد ما مات في ايده. بس برضه ما فيش حد قال انه تعمد يعذب الواد لحد ما يموته. يمكن الواد استفزه شويه، يمكن هو كان مزنوق في رشين والشيطان لعب في دماغه. يمكن ضغط على الواد شويه، ضربه، الواد مات في ايده. انت ايه رايك يا سياده اللواء؟ اسفين يا فندم على اللي حصل ده كله، بس على فكره سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده. ليه يا صلاح بيه؟ سليم هو اللي اجر شويه بلطجيه عشان يجي وتهجموا علينا هنا في البيت؟ انا مقدر موقفك يا انسه سلمى، بس ما تنسيش ان سليم هو اللي حطيني وحطكم وحط الداخليه كلها في الموقف السيء جدا ده. انتوا عارفين دلوقتي البلد ما بقتش زي زمان. حصل خير يا صلاح بيه، بس بكره الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا، واولهم حضرتك. بس انا ليه عتاب عندك؟ عندنا؟ ايوه، بدل ما انت حاطط لنا مخبرين عشان يراقبوني انا وبنتي
ويراقبوا اللي داخل واللي خارج. كان الأولى بحضرتك إنك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الأوباش دول. أنا آسف وأوعدك إن ده مش هيتكرر تاني أبدا. هي مين فريدة اللي كانت موجودة وقت الحادثة؟ دي زميلة بنتي وصاحبتها من زمان. كانت خطيبة سليم. طب ما أنت عارف كل حاجة، لازمتها إيه بقى الأسئلة؟ لا بس مندهش بس إن هما كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبة، ومع ذلك هي كانت مصرة إنها تبقى متواجدة معاكوا دايما، لدرجة إنها كانت موجودة معاكوا في النيابة. ما هو الود ملوش دعوة بالنصيب. ولا حضرتك عايز تحاكمها بحكم إنها بتصون العشرة؟ ربنا دايما معروف. على فكرة لو سليم اتصل بيكي بلغيني اللي بيعمله ده كله مش هيجيب نتيجة. وأنا آسف على الإزعاج. سلام عليكم. ماما أنا لازم أكلم فريدة تنبه سليم. الراجل ده شكله مش سهل أبدا. هو هتعملي كده؟ أنتِ ما سمعتيش فريدة لما قالت إن أخوكي بيقول لها إنهم مراقبين التليفونات؟ أمال هنعمل إيه ماما؟ نفضل قاعدين كده؟ بقول لك ايه، بكره تروحي لها الشغل اكيد انك بتزوريها عادي وفهميها كل اللي حصل بالظبط. حاضر. ربنا يستر. ربنا يستر. فيني مين اللي جاي دلوقتي؟ ده اكيد الدراي كلين. الدراي كليني في الوقت ده؟ هو متعود يجي متاخر، ما تقلقش. طب بقول لك ايه، افتحي له وانا هطلع فوق، مهما كان مين ما تدخلوش يخشوا جوه. ماشي. مساء الخير. اتأخر اللي زورتك فيه، بس عاوز اقعد ادردش معاكي شويه. دلوقتي عندك مانع ولا الوقت متأخر وعندك ضيوف وانا اعمل لكم ازعاج؟ لا انا لوحدي، بس اعتقد يعني ما هيش حاجه لطيفه ان احنا نتكلم في وقت زي ده. ما تكبريش الحكايه قوي كده، الحكايه ابسط من كده بكتير قوي. احنا هنقعد ندردش مع بعض مش اكتر. دي في البيت ده لوحدك؟ لا، عايشه مع ماما، بس هي اليومين دول في عمر. سيجاره؟ ما بدخنش. صحيح، واضح انك ما بتدخنيش. سليم فين يا فريدة؟ وأنا شرف. بص يا فريدة، يا ريت تحط نفسك مكاني وتفكري زي ما بفكر. شوفي خيالك ممكن يوصلك لحد فين. سليم ممكن يبقى فين؟ لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني. ومتهيألي بقى ده شغلك وانت أدرى بيه. أنا مش فاهم متعصبة ليه؟ مع ان الحكاية كلها كان مجرد سؤال. سؤال ملهوش أي معنى، أكيد أنا معرفش سليم فين. ما حصلش. قلت لك بلاش عصبية. أنا بتوتر من العصبية جدا. بس تعالي نحكم العقل. سليم في الظروف اللي هو فيها دي، أكيد هتصل بأقرب الناس ليه. مامته وأخته هم أقرب الناس ليه. بس هو عارف كويس قوي ان مامته واخته متراقبين، يبقى مين اقرب لسليم منك؟ من الواضح ان حضرتك ما تعرفش ان انا وسليم كنا مخطوبين زمان وخطوبتنا اتفسخت، يعني مفيش اي حاجه تربطنا ببعض دلوقتي. بأمرك انك كنت معاه في النيابه. بأمرك انك من يوم الحكايه دي لحد دلوقتي بتوديهم بتروحي وتيجي على البيت. سلمى صاحبتي وطنط ناديه مربياني من واحنا صغيرين، فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكله كبيره زي دي. عندك حق، لكن انتوا سبتوا بعض ليه؟ صلاح بيه، أنا سمحت لحضرتك تدخل بيتي في وقت غريب زي ده، وعمالة من الصبح أجاوبك على أسئلة ملهاش أي معنى بالنسبة لي. أظن لحد كده بقى كفاية قوي. ولو حضرتك كنت حاطط سليم في دماغك
فانت حر، لكن لحد حياتي الشخصية فمتهيألي ان دي من حقي انا لوحدي، ولا اعتبر نفسي في تحقيق؟ مين قال انه تحقيق؟ احنا متفقين انها دردشة. ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب، وحتى لو لدى المكان ولا الوقت المناسب لحاجة زي دي. وانا بعتذر لك للمرة التانية، بس لازم تعرفي ان اللي بيعمله سليم ده هيضره اكتر ما هينفعه. اوعدك لو اتصل بيا هبقى ابلغه الكلام ده، مع اني متاكده ان سليم مش هيكلمني. في حاجه تانية؟ اشوف البيت. بس ده مش قانوني. على فكره في حاجات كتير قانونيه انا ممكن اعملها، بس للاسف هتاذيكي. انا بعمل ده لمصلحتك. اطلع اطلع. متهيالي كفايه لحد كده، حضرتك فتشت البيت كله. فاضل حاجة واحدة بس، وبعدين همشي خالص، إن احنا نشوف الجنينة. بس أنا ملاحظ إن عربيتك راكنة بره. ما أنا مش دايماً بركنها جوه، لما بكون هصحى بدري زي بكرة الصبح كده بسيبها بره، وبعدين يعني ما كنتش أعرف إن حضرتك ناوي تشرفني النهاردة وتضيع من وقتي ساعة، وأنا ما بصدق أوفر دقيقتين أنام فيهم. الشاعر بيقول: وما أطال النوم عمرا ولا قصر في الأعمار طول السهر. شوف الجنينة. طب اقعدين يا جماعة، ما كنا خليناها في السجن بكرامتنا بدل المرمطة السودا دي. المرة اللي فاتت نطينا في زبالة وربنا كان معانا ونجد، إنما المرة دي هتقول لي نط في البحر الغميق ده ما بعرفش أعوم. متهيالي كده ما بقاش فاضل حاجه تانية يا صلاح بيه. ده صحيح، بس انا قلت لك من الاول ان احنا كنا بنطمن على سلامتك بس مش اكتر. واطمنت؟ اه الحمد لله، واسف اني سهرتك زياده عن اللزوم. ممكن بس اسال حضرتك سؤال قبل ما تمشي؟ اه اتفضل. هو انت ليه مش شاكك ولو 1% ان سليم ممكن يكون بريء؟ ليه مستسلم لفكره ان هو شيطان وخلاص؟ مش يمكن تكون غلطان؟ ما اظنش. ليه؟ ما بتغلطش ابدا؟ ولا ما تعودتش انك تقف وتفكر انك غلطان؟ انا ظابط مباحث، وسليم مجرم وهربان، وشغلتي ان انا اقبض عليه. بس حتى لو شايف انه ممكن يكون مظلوم، شغلتي كانت مظلوم ومش مظلوم، دي شغلانه النيابه والمحكمه اللي هم نفسهم شايفين انه مش مظلوم. بس سليم بريء فعلا. ده من وجهه نظرك، دافع شخصي. وحتى لو بريء طب ما يسلم نفسه، المحكمة تقرر براءته. لكن طول ما هو هربان أنا هفضل وراه لحد ما أقبض عليه وأرميه بنفسي في السجن. أنا آسف إني أزعجتك وسهرتك زيادة عن اللزوم. يلا صباح على خير. أنت من أهله. بالعكس يا وليد، طريقة كلامها معايا شككتني فيها أكتر. يا ابني فهمني، مش معنى إن ما لقيتوش عندها إنه مش هيروح لها في أي وقت تاني، أو يتصل بيها أو تتصل بيه أو تكون عارفة مكانه. طريقة كلامها معايا عن سليم ما بتقولش إن هما كانوا مخطوبين وهيتجوزوا والجوازة اتفركشت. لا، أنا متأكد إنه هيلجأ لها، لأن ما كانش لجأ لها فعلاً. عشان كده عايزكم من بكره تشددوا المراقبه على البيت وعليها وعلى تليفونها 24 ساعه. انا متاكد ان فريده دي هي اول الخيط اللي هيوصلنا لسليم الانصاري. يا وليد تمام يا باشا، شربت القهوه وخرجت. تمام سعد، تمام سعد، انا عليها. تمام يا باشا.
مع ألف سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يلا حياتي. مش عارفة إيه آخرة اللي أخوكي فيه ده. آخرته خير إن شاء الله يا ماما. وبعدين سليم مش صغير، هو أكيد عارف هو بيعمل إيه. ربنا يحفظه يا بنتي هو واللي زيه. أدعي له بس يا حياتي. أدعي له. ربنا ينجيك يا سليم يا بنتي. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي يا رب. السلام عليكم. يا صلاح بيه، حتى الأموات ما بقى لهمش حرمة عندكم. سليم فين يا هوان؟ مفيش حد هنا يا فندم. قلبنا الدنيا ملوش أثر. فتشوا تاني وتالت، خليكوا وراه لحد ما تلاقوه. حاضر. يلاقوا مين بس يا صلاح بيه؟ وسليم ايه اللي هيجيبه هنا؟ سليم دلوقتي تلاقيه في مكان بعيد، مفيش حد يعرف. احتمال، بس لازم يكون عندك فكرة ان انا هفضل وراه لحد ما اجيبه. بقى لله. بصراحة سليم باشا أنا مش عارف أقول لسعادتك إيه، إنه عليك تفتكرني دون عن الخلو كلها وتتصل عليا، فده شرف ليا يعني. متشكر يا هودة. بس هو لسه بعيد على البيت؟ لا بعونك يا رب، ربع ساعة إن شاء الله ونوصل. إن شاء الله. كان شكله زعلان قوي وقعد يقول لي كده يا فريدة، محدش فيكم يجي يزورني الفترة دي كلها. ماشي يا سليم، أنا مش هتأخر عليكم، ساعتين وهكون عندكم. باي باي. كده تمام. صلاح اتوخذ منه بيسمع المكالمة ويسبقنا على هناك. بقول لك ايه؟ هتلاقي الافرولات عندك في الشنطة ورا. ماشي يلا اطلعي، انزل في دوسة ابراهيم. انت يا صلاح شفت الفيديو ده بعينك؟ ايوه فندم. بطولة بالك يا أخي وقاعد هادي كده ساكت؟ أنت عارف الفيديو ده هيعمل فينا إيه؟ هيهيج علينا الدنيا أكتر ما هي هيجة. وعلينا ليه يا فندم؟ إحنا عملنا إيه؟ كل اللي في الفيديو هو الكلام بتاع الست عن ابنها وعن اللي عمله سليم الأنصاري فيه بس. والعيال بتوع الفيسبوك هياخدوا الفيديو هيشيروه ويزعوه ويقولوا بقى كلام من عنده. واسمع بقى ما تكره، الداخلية هربته، الداخلية مش عايزة تسلمه، الداخلية بتحميه، خلاص
ما بقاش ورانا حاجة غير العيال دي، والداخلية بقى كلها ما بقاش وراها إلا سليم الأنصاري. والله سيادتك يا فندم قلت المفيد. المشكلة مش في أم زياد ولا في الفيديو، المشكلة يا فندم في اللي استخدموا الفيديو ده. معك حق صلاح، فعلا الله يمسيه بالخير ويشفيه والدك. والدك كان عبقري. مشكلة زي دي كان بيبقى عنده ألف حل وحل. والله يا فندم أنا عندي خطة كده ممكن تريحنا من سليم الأنصاري ولو مؤقتا يعني. بس هو تقرير الأمن الوطني ما قالش مين اللي ورا الفيديو ده؟ وقال إيه؟ جاي يقول لي راجع نفسك في موضوع سليم. مش عارفين إن الضابط اللي بيتجاوز أحيانا ده وبيعذب إنه مش شرط يبقى من أكلة لحوم البشر أو ماشي راضي في الناس شمال ويمين. ده ممكن يبقى إنسان طبيعي جدا، شخص لطيف وحبوب ولذيذ وابن نكتة. مش فاهمين إنه ممكن يبقى مع أهله وأصحابه حاجة ومع الناس حاجة ثانية خالص. وأكبر دليل على اللي أنا بقوله لك ده اللي حصل لك. هو اللي عمل فيك كده واحد أنا فاكره كويس أوي وأنا صغير. كان دمه خفيف وابن نكتة، كانت ضحكته مجلجلة جوه البيت. وادي النتيجة. أنا متأسف يا سيادة اللواء. أنا آسف. قلبت عليك المواجع. صلاح بيه في مكتبه يا ابني؟ موجودة فندم في المكتب، اتفضل فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا وليد. ايه؟ تشرب قهوة معايا؟ نخليها شربات بقى يا باشا. ايه الحاجة هيتجوز تاني ولا ايه؟ لا يا فندم، عرفنا مكان سليم. اخيرا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سليم بيه؟ هي الدنيا اتقلبت ولا ايه اللي جرى؟ بقى له استحوا ده سيطرة، هو اللي هيراقب صلاح باشا اللي قد الدنيا دي كلها، وانتوا فاكرينه عيل مسجل؟ ده ظابط. بقول لك يا حودة، هتعرف تعملها ولا نشوف حل تاني؟ سألتك يعني مفيش مشكلة، بس هو في ظابط بيتراقب؟ مرة ظابط وبيتراقب. أنا مش عايزك تخاف، قول لي أنت أمين وأنا أفهمك تعمل إيه بالظبط. راقبت سعادتك. تمام، ركز بقى معايا عشان تفهم. أنا بصراحة يا باشا ما كنتش مصدق إن الموضوع الهاشتاج ده هيجيب نتيجة بسرعة كده. لا أنا بقى كنت مصدق جدا، بدليل إنه جاب نتيجة بالفعل. يا سعادتك عاجبك اللي بيعملوه العيال دي؟ أيوه عاجبني. انت بقى مش عاجبك في ايه يا باشا؟ العيال دي مش متربيه وعايز تتربى. لا 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 لا، واضح انك فاهم التربيه غلط خالص. انت قديم. التربيه عمرها ما كانت شده وضرب وحاجات من الكلام الفارغ ده. التربيه نوع من الوعي والفهم. لازم عندك وعي وفهم اللي انت بتربيه، عشان هو كمان يبقى عنده وعي وفهم انه احترمك. مش عارف بقى سعادتك، لكن انا عارف كويس، بدليل ان الهاشتاج بتاعهم ده هو اللي وصلنا لسليم الانصاري. اهم حاجه يا حوده في كل اللي قلته لك لازم تخلي بالك، اوعى صلاح يشوفك او حتى يلمحك. صلاح ظابط مش سهل، تفهمني؟ في حد طالع. We'll be right back.
شوية. هتوب. مين ده ولا ايه؟ عيل بايظ يا باشا، مأجر الشقة دي ومدورة دعارة مخدرات. خدوه. معلش يا وليد، خيرها في غيرها. اتفضل. طلعت حمار يا قد، مش تعمل حس او منظر وانت طالع؟ مش في ناس كبيره قاعده؟ وانا مالي؟ قوم ايه انت طالع الاكل؟ حط الاكل وغور من وشي وروح لامك. معلش يا استا حوده، تسلم ايديك يا حموزه يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي، متشكرين. مش كده يا استا جريح؟ وده في ايه؟ ما براحش ولا دعم. هو يعني عيل غلس شويه بس برضه بيصعب عليا. صعب شغلك غالي يا ابو خليل، ما كانش الواحد يشد على عيل في السن ده يطلع يعمل لنا مصيبه. الشد وحده في السن ده يا استحوده ما ينفعش، لما العيل يكبر لازم كده يعني تصاحبه، اذا كبر ابنك خويه. خلينا في المهم، عرفت حوده هتعمل ايه؟ هخويه يا عم. انا بتكلم على صلاح. وانا بتكلم على صلاح. طب هتخويه ازاي صلاح؟ مش انا قلت لك يا باشا ادي اخره المشي ورا العيال؟ وايه اللي حصل يعني؟ بلاغ وطلع في شنك عادي، بتحصل. لا يا باشا، العيال دي بتشتغلنا وعمالين يفرهدوا فينا على الفاضي، وزمانهم قاعدين بيضحكوا علينا يا فندم. هم هيعملوا كده ليه بس؟ ما تبطل بقى نظريه المؤامره اللي واكله لك دماغك دي يا فندم. مؤامره ايه بس؟ هو سعادتك مش متضايق من اللي حصل ده ولا ايه؟ لا متضايق طبعا، بس ده لا يمنع ان احنا نحط اللي حصل ده في حجمه الطبيعي. وايه بقى حجمه الطبيعي يا فندم؟ ده ايه الغلب ده يا ربي؟ بص يا سي وليد، في اي بلد في الدنيا لما بتعمل نشره عن واحد هربان ولا حاجه، في ناس كتير جدا بتقدم بلاغات. البلاغات دي في بيبقى منها كتير جدا بيطلع اوت مش حقيقي يعني، لكن ده لا يمنع ان البلاغات اللي بتطلع اوت دي ممكن توصلهم لحاجات ما كانوش عاملين حسابهم فيها. اسمح لي بس يا باشا، انا مش فاهم حضرتك بتدافع عن العيال دي ليه؟ لان العيال دول بمزاجنا او غصب عننا هم اللي جايين، والعيال دول هم اللي هيوصلونا لسليم الانصاري النهارده بقى بكره بعده بعد شهر، مهم هم اللي هيوصلونا لسليم الانصاري في الاخر. يا فندم احنا جالنا بلاغات كتير وكلها طلعت اونطه. اونطه؟ في ضابط محترم بوش سمع زي سعادتك كده يقول اونطه؟ يا باشا انا مش قصدي ان انا باشا. ايه بقى انت خليت فيها باشا؟ ده احنا ولا كاننا بنلعب طاوله على القهوه. الو يا وليد، امتى حصل الكلام ده؟ المكان ده فين؟ طيب انا جاي حالا. السلام. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء، هو احنا ناقصين مصايب يا رب؟ ما تهدى شويه يا ابو خليل يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب، خلاص بقى اللي حصل حصل. مشكلة دلوقتي في الخيط اللي كنا ماشيين وراه اتقطع كده، هنبدا من اول وجديد تاني. يا دي الخيوط اللي احنا عمالين نمشي وراها يا سليم بيه. يا باشا انت مستهون بالموضوع كده ليه؟ دي جنايه بقى. يا رب يا رب يوم ما نوصل للواد اللي هنعرف منه حاجه ونقرره قوم يموت. ده ايه الحظ المنيل ده؟ ده مش حظ يا ابراهيم، تايسون مات عشان كان لازم يخلصوا منه عشان بقى خطر عليهم. بص سعادتك هم اللي موتوه. هم يا حوده اللي موتوه. اديني لبست مصيبه تانيه كمان. احد الله يسلم بيه. باذنك يا رب كل عقده وليها حل. ربنا يسترها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامي غير حل واحد كنت ماجله. في مشوار تاني لازم اعمله ضروري. مشوار؟ مشوار ايه تاني يا سليم بيه؟ ما تخافش يا ابراهيم. المشوار ده اعمله لوحدي. كفايه عليكم انتوا الاتنين مشاكل لحد كده. اسمعني يا سليم بيه، لا مؤاخذة يعني أنا وإبراهيم رجالتك ومعاك على الموت كمان، بس لا مؤاخذة يعني لازم تكن شوية. مفيش وقت نكن يا حودة، خلاص زمان دايرة الاسم مقلوبة. بتشوفوا سعادتك. يا
متأكد إن سليم الأنصاري هو اللي عمل كده؟ اه يا باشا. اهدى اهدى وركز بس، ولا تحب أجيب لك صورة عشان تتأكد؟ لا يا باشا، أنا عارف شكله من ساعة ما كان بيخدم عندنا في المنطقة، وكمان عارفه من ساعة ما جه عمل الحملة وخد المعلم من المنطقة عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس أصل يا باشا ما تعرفش المعلم غالي عليا إزاي. كان بيت أهلك صح؟ بص أنا عايزك تهدى خالص وترجع تحكي لي الحكاية واحدة واحدة وعلى مهلك أوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش، عشان أنت لو كذبت عليا أنا هأذيك. أحكي لك. لا 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 مؤاخذة سليم بيه، مؤاخذة يعني في الكلمة دي، الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. ما أنا عارف إنه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده جنان. وعشان جنان بقى ما حدش يتخيل أنا ممكن أعمل كده. انت هتستنى هنا، وانت حودة هتيجي توصلني وتستناني من بعيد. لو تأخرت يبقى الحكايه عكت فوق دماغي، ساعتها تتكل على الله. يعني مش واسيبك؟ اه يعني تمشي وتسيبني. احنا كده طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضيه، والقضيه كده كده بتاعتكم. بس يا ريت لو حصل اي جديد شركني وبكلمني. طبعا يا باشا تحت امرك. قول لي يا طارق، وسليم خدم معاك قبل كده؟ اه طبعا يا باشا، انا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وايه رايك فيه؟ والله يا باشا انا اتغشيت فيه زي ناس كتير. انا بصراحه ما توقعتش ابدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟ يعني انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، بنشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في القسم لحد ما مات، وبرضه الادله اللي عندي بتقول ان هو اللي قتل تايسون. هنشتغل بادله وبس. جدع طارق. سامع وليد؟ انا هروح البيت اريح ساعتين كده عشان مجهد قوي، بس يا ريت لو في جديد. اكيد يا باشا طبعا. حسابك تقيل معايا قوي يا سليم. يلا سلام عليكم. الله. ملوش لازمة باللي تفكر فيه. انت عايز 3-4 خطوات عشان توصل للدرج وتاخد الطبنجة وتشد اجزاء. واكيد مش هسيبك تعمل كده واتفرج عليك. لو كنت متخيل ان هسيبك تدخل بيتي وتخرج منه عادي يا سليم. الموت عندي اهون من ان حاجة زي دي تحصل لي. اعتبره حصل. اعتبره حصل عشان ما ندمش احنا الاتنين. انت اللي هتندم على كل اللي عملته. وكونك اتهجمت عليا في بيتي ورفعت عليا السلاح، لا هتدفع تمن غالي قوي زي ما هتدفع تمن كل جريمك اللي انت عملتها. انا يمكن جرأت اللي دخلت بيتك، بس انت مسبتنيش حل تاني. لكن البلاوي اللي انت بتقول عليها دي انا بريء منها. اقعد واسمع عشان تشوف الحقيقه بعينيك. حقيقتي اللي بتتكلم عنها يا سليم، انا لسه راجع دلوقتي من الغرزه اللي انت قتلت فيها تايسون. لسه مخلص كلامي مع الولد الشاهد اللي شافك واللي سمع كل اللي كانوا معاك وهما بيندهولك باسمك. انا فعلا رحت الغرزه، بس عبل ما وصلت لقيته كان ميت. حلوه نظريه المؤامره دي، العالم كله بيتآمر عليك. بص يا سليم، اذا كنت جاي مخصوص عشان تحكي لي الكلمتين دول فمالهمش لازمه، شوف لك سكه تانيه.
هتفكر معايا صلاح بيه؟ وانا ليه ممكن اقتل تايسون؟ انا ما افكرش، انا اسال انت ليه قتلته؟ انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ اللي قتل تايسون هو اللي قتل زياد، وهما كمان اللي زقوا تايسون عليا عشان يشهد زور. رجعنا تاني للافلام الامريكاني. طب اقول لك ايه يا صلاح بيه؟ تعال نرجع كده للحكايه من اولها. مين اللي خبط ندى بالعربيه وزياد صوره؟ ابن لطفي ابو المجد. والورق ده بيقول كده. وفي ايه الورق ده؟ لطفي ابو المجد بيقول ان ابنه كان في العين السخنه ساعه الحادثه، صح؟ ايوه. كل الشهود اثبتوا كده. كل دول كدابين. تليفونات تامر بتقول ان هو ساعه الحادثه كان موجود، وبعديها بشويه طلع على البيت، بعدين على العين السخنه. يعني تامر طلع على العين السخنه بعد الحادثه مش قبليها. بس ده مش دليل على ان هو اللي خبطها. بس ده دليل ان هم بيكذبوا. ليه هيكذبوا لو هم مش عاملين حاجه غلط وماشيين في السليم؟ وليه هيجيبوا شهود يشهدوا ان تامر كان في العين السخنه ساعه الحادثه؟ مش يمكن خايفين منك؟ وانك مهددهم بانك ممكن تاخد ابنهم لو ما خدتش منهم رشوه؟ انا مش فهمت ليه مصر تطلعني شيطان. لانك فعلا شيطان الحكايه دي. ماشي يا سيدي انا شيطان. بس خليني اكمل لك الحكايه. لطفي بعد الحادثه كلم حماد اللي كان عند تميم ساعتها. بعد ما راح له كلمه نشأت عشان يجي لهم. يعني هما الثلاثه ما كانوا صارين عند لطفي زي ما قالوا. لسه ما جمعتش برضو الكلام؟ انا مش فاهم انت عاوز توصل لايه؟ وبعدين كل الحاجات اللي انت بتقولها دي لا هي جريمه ولا دليل ادانه ولا اي حاجه من الحاجات دي. ايه علاقتها بالقضيه؟ انا ايه علاقتي بيها؟ يا صلاح بيه ما تغمضش عينك على الحقيقه وسيبنا كمل. بعد ما نزلت من عندهم كلموا الامين زناتي وراح لهم. ايه اللي هيخلي زناتي يروح لهم في وقت متاخر زي ده؟ وتليفوناته بتقول ان هو نزل من عندهم وراح على الاسم. وفضل يكلم رفاعي اللي كان نبطش ليلتها معايا. وبرضه قعد يكلم لطفي وحماد كذا مره، بيكلمهم ليه؟ انت جبت الورق ده منين؟ الورق ده ما يخرجش غير باذن النيابه. فريده، صح؟ انا مش مصدق ان هو ده اللي شغلك وحبل مشنقه ملفوف حوالين رقبتي. لو شغلك اول ورق جبته منين؟ تقدر تجيب اذن النيابه وتجيب زيه. على فكره هتلاقيه هو بالظبط. طيب ما هي سهله اهي. طب ما هتيجي معايا نروح المكتب عندي نشرب فنجانين قهوه وتقول كل الكلام ده ويبقى في محضر رسمي. مش هيحصل. انا مش هاجي تحت ايديكوا تاني. انا اديتك اول خيط عشان تجيب براءتي. لما تجيب لي براءتي هقشر معاك القهوه. واسف لو دخلت بيتك من غير استئذان. ليش يا حاج لطفي؟ انت ايه رايك في الكلام اللي اتقال؟ ما تاخذنيش يا باشا الكلام ايه؟ ساعتك يعني من ساعة ما جيت وانت عمال تتكلم تتكلم قلت كلام كتير قوي، انهي كلام فيهم بالظبط؟ اه صحيح عندك حق. نقول تاني الكلام اللي بخصوص تامر ابنك انه كان موجود في العين السخنة وقت وقوع الحادث، مع انه تقرير شركة الموبايل بيقول انه كان موجود في القاهرة وقت وقوع الحادث وفي نفس المكان، وانه راح العين السخنة بعد الحادثة تقريبا بساعتين. على فكرة انت عندك فكرة يا حاج ان الشهادة الزور جناية؟ حد الله، حد الله يا باشا بينا وبين الشهادة الزور. امال الرشوة اللي راحت للشهود اللي قالوا ان ابنك كان في العين السخنة كانت من باب ايه؟ شوف يا باشا، مع اننا الحمد لله ناس معروفين في حتتنا وخيرنا على الكل، واي حد في الحتة هنا يبقى عايز يجاملنا، إلا إني عايز أسأل سعادتك سؤال صغير كده. مين اللي قال لسعادتك إن في حد شهد زور؟ بطل استعباط يا لطفي. التقرير بتاع شركة الموبايل بيقول كده. بس التقرير اللي مع سعادتك ده بيقول إن المحمول هو اللي كان هنا. ما قالش إن الواد هو اللي كان هنا. يعني إيه مش فاهم؟ الحكاية وما فيها إن الواد ابني ضيع المحمول بتاعه. عيال مستهترة مش حاسة بقيمة القرش. الجين ده كله كده يا باشا. الواد ابني بقى ده يزيد عن جيله ان امه مدلعه على الاخر لانه ولد وحيد على بنات. يعني هو سعادتك عندك ولد؟ ليك في حالك يا لطفي. صح. طيب نرجع مرجوعنا لمشكلتنا احنا بقى يا باشا. ربنا هدانا ولقينا الموبايل، نعمل ايه؟
قومنا واحد بعربيه مخصوص وادى الموبايل للولد لغايه العين السخنه. ما انت عارف سعادتك الجيل ده ما يقدرش يعيش دقيقه واحده من غير الهباب ده. ايشي نت وايشي شات وايشي واتساب، عيال بايظه بعيد عنك. يعني انتوا الموبايل ضاع ولقيتوه؟ حلال، والحلال ما بيضيعش يا باشا. بس سعادتك مش هتصدق احنا لقيناه ازاي. صحيح ازاي؟ الواد زناتي. زناتي الامين اللي شغال مع حضراتكم في الداخليه، ما هو من عندنا من حته. واد جدع وراجل وخدوم، هو اللي اتصرف ولقينا الموبايل. حتى سعادتك لو رجعت يعني الاوراق اللي مع سعادتك هتلاقينا متكلمين كتير الليله دي. بس المكالمات دي كلها تمت بعد الموبايل ما وصل عين السخنه. ما انا فوت سعادتك في الكلام. الواد زناتي ده مع انه من حتتنا وجدع وخدوم وكده الا انه زنان زن النحل. قعد يزن عليا قال ايه عشان يضمن حلاوه رجوع المحمود. شفت سعادتك بقى الحكايه بسيطه وسهله ازاي؟ لا فيها رشوه ولا شهاده زور ولا اي حاجه من اللي سعادتك قلتها. بس الحقيقه باشا اللي محيرني يعني هو سر زياره سعادتك ليا دلوقتي. يعني انتوا سايبين الظابط بتاعك وهربان وشغلين نفسكم بمين بيكلم مين؟ هو من امتى يا باشا مكالمات التليفون بقت تهمه؟ احنا مش سايبين الظابط بتاعنا هربان يا حاج لطفي، وهنجيبه قريب قوي. الحكايه كلها ان احنا بنحققها عشان نوصل للحقيقه. الحقيقه باينه قدام سعادتك هي زي الشمس. اسر في حاجه تانيه يا باشا اقدر اقدمها لسعادتك. والله خطوه عزيزه صلاح باشا، نورتنا. اتفضل اشرب قهوتك. شكر. سيجاره؟ لا معايا سجاير. اه انا اصلي كنت براجع في الملف بتاع قضيه سليم الانصاري واستوقفتني شويه حاجات كده في شات الشهود، قلت اشرب معاك شويه قهوه واقعد معاهم شويه. السلام يا باشا، ده مكانك، تنورت المكان كله. عايز تشوف مين في الشهود يا باشا؟ رفاعي. الامين رفاعي. ثواني يا باشا. ايوه يا ابني، شوف لي الامين رفاعي فين، ابعته لي بسرعه. ثواني يا باشا، يبقى عندك. تعرفه كويس؟ والله يا باشا رفاعي ده من اول ما جيت هنا هو كان موجود. ده واد اغلب من الغلب، يعني تقدر تقول عليه كده اول امين شرطه كيوت في الداخليه. انت لو شفته هتحبه يا باشا. طب وزناتي؟ ماله زناتي يا باشا؟ ده حتى كان راحة ساعة حادثة سليم، ده ما شاهدش أصلا. أنا عارف إنه ما شاهدش، أنا بسألك يعني رأيك فيه إيه؟ يعني بصراحة مستغرب يا باشا، يعني أنت تعرف زناتي منين أساسا؟ إيه تسألني سؤال زي ده يا طارق؟ لا مؤاخذة يا باشا ما أقصدش والله، بس استغربت شوية يعني. هو زناتي يعني واد حريق وبتاع شغل، ما بيونش، عشان كده تلاقي ناس كتير ما بتحبوش. سليم ما كانش بيحبه. والله يا باشا دي كانت حاجة غريبة جدا. سليم من أول ما حط رجله في القسم هنا هو كان حاطط الراجل ده في دماغه. سليم ده أصل كان طبعه صعب شوية ناشف. ده كان بيمشي في القسم يخانق دبان وشه. تعال رفاعي، صلاح بيه عايز يتكلم معاك شوية. تعال اقعد. يعني أنت رفاعي اللي بعت العسكري بتاع الحجز علشان يروح يجيب له الدواء، صح؟ أيوه يا باشا مظبوط. تمام كده. طب ما رحتش انت ليه؟ ليه تسايب العسكري نبطشيته؟ يا باشا انا عملت اللي سليم بيه قال لي عليه بالظبط، وما كنتش راجعه في كلامه. حكيم هو بقى ربنا يفك كربه، كان طبعه حامي وكان بيهب فينا على اقل حاجه. فك كربه، ربنا يفك كرب كل مكروب يا باشا. وعند راجل اشتغل معانا وكلنا عيش وملح سوا. اصيل يا رفاعي. طب وزياد؟ ماله باشا؟ ما شفتوش بعد ما سليم راجع من بره؟ لا يا باشا ما شفتوش. يظهر بقى سليم بيه كان بيعمل كل ده عشان يتحرك بيه براحته ومحدش يشوفه. وجهة نظر برضه رفاعي. على فكرة رفاعي ذكي ولماح قوي، وواد جدع كده وصاحب صاحبه. وزناتي؟ زناتي؟ مش صاحبك وحبيبك ده ولا ايه؟ اه يا باشا زناتي كويس الحمد لله كويس، بس هو في مأمورية بره. طيب ما تنساش انت تسلم لي عليه. الله يسلمك يا باشا.
طب وسليم الأنصاري قتل زياد ليه؟ ولا هو اللي ما قتلوش؟ باشا النيابة قالت هو اللي قتله. هو أنا هعرف أكتر من النيابة؟ يعني خلصانة بغيت من النسر. عندك حق. طيب إيه اللي ممكن يكون بينه وبين الواد زياد ده عشان يقتله؟ ربنا العالم بقى يا باشا. الواد كان صاحب مرض، وأكيد سليم بيه ما كانش قصده يجيب أجله، لكن هنعمل إيه؟ خلصانة بمعاد. أعمار يا باشا. أعمار. طيب أنت تقدر تتفضل دلوقتي، ما تنساش تبقى سلمني على صاحبك، ها؟ قول له صلاح بيه بيسلم عليك كتير قوي. وخليهم يشوفوا لي فين وليد بيه علشان عاوز أمشي. يعني الواد زناتي ده عليه علامات استفهام. وأنا بدردش مع الأمن والضباط عرفت إن زناتي ده شمال، ورفاعي ده مش وراه في كل حاجة. وسعادتك ما طلعتش من رفاعي ده بأي حاجة؟ للأسف كل كلامه كدب في كدب. ما عرفتش أطلع من كلامه بأي حاجة ممكن أصدقها ممكن تبقى صح. كله كدب في كدب. معنى كده بقى إن سعادتك هتصدق كلام سليم؟ لا مش معنى كدب رفاعي إن صدقت سليم. احنا هنستنى شوية، هناخد كل الكدب ده ونصفيه ونحاول نطلع منه بحاجة بجد. سعادتك لسه مصر برضه ما نجيبش الواد زناتي ده عندنا في المكتب ناخد منه كلمتين؟ وهنجيبه نعمل بيه ولا هو متهم ولا هو شاهد. خليه كده يشوفنا احنا بنعمل ايه واحنا نتابعه ونعرف رد فعله ايه. تمام سعادتك. وفيها مقطف ميعاد انهم يسألوك، هو انت مش شاهد في القضية بتاعت المحروس سليم الأنصاري؟ لا يا زناتي، انت ما شفتش الضابط اللي اسمه صلاح ده عامل ازاي؟ ده زي ما يكون مخاوف نفسه وعارف كل حاجة. شفته وعارفه كويس، انت بس اللي خفيف وبتخاف من اي حاجة. طب انا خفيف وعيل كمان يا عم، ارتحت بس لحد كده وجبرت، خلصانه بفيونكا، انا مش هروح في داهيه زناتي لوحدي. شش، بقول لك ايه، لا ده وقت ولا ده مكان. يلا روحوا بقى، تعالى عدي عليا نتغدى في البيت ونشوف هنعمل ايه. تعرف ايه؟ نجيب قهوه تاني ولا ايه؟ عاوز سعادتك تقبل يا فندم. على الاقل بيقولوا ان القهوه فيها فيتامينات ومغذيه اهون بكتير من السجاير اللي هتجيب لنا الجلطه دي. يا فندم ممكن يجيب لنا جلطه برضو من قله النوم. سعادتك هنا من 7 الصبح والساعه داخله على 1:30. ايه خايف على صحتي يا اخويا؟ طبعا سعادتك، وانا عندي اغلى من صحه سعادتك. لا اطمن خالص، الحمد لله انا صحتي زي البومب. ولا تحب اقوم اثبت لك واكشم لك؟ لا 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 فندم. طيب احسن. ايوه كده اتظبط. ها عندك جديد؟ قرينا المحضر 4 مرات يا فندم. وخمسة. مفيش حاجه جديده يا فندم، كله كلام منطقي. تعرف يا وليد ايه الغلطه الكبيره اللي احنا عملناها؟ اننا ما جربناش نمشي ورا كلام سليم الانصاري، مع اني كنت متاكد انه كلام تافه وملوش اي قيمه ومفيش عليه اي دليل. ماشي يا فندم، حضرتك بتقول اهو كلام تافه وملوش اي قيمه، امشي وراه ليه وانا عندي كلام منطقي ومترتب؟ ما هو في حاجه انت واضح انك مش فاهمها. اي كلام في اي قضيه مهما كان تافه وملوش قيمه ممكن يوصلك لحقيقه مش ممكن توصل لها في العادي. لا معلش يا فندم، ده ما كانش رأي سعادتك في الأول. الأول كنت بتقولي القضية محلولة وما فيهاش أي مجال للتفكير. غيرت رأيي يا سيدي، عندك مانع؟ لا يا فندم ما عنديش مانع ولا حاجة، بس يعني ما فيش حاجة جد تغير تفكير سعادتك. إلا بقى لو في حاجة جديدة أنا ما أعرفهاش. أيوه في، ارتحت؟ وما تسألنيش عشان مش هقول لك. لأنه من المصادر السرية. ولأول مرة أحس ولو إنه احتمال ضعيف قوي إن سليم الأنصاري ممكن يبقى مظلوم. احتمال وضعيف. أيوه. وهجرب امشي ورا الاحتمال الضعيف ده. وهتمشي ورا ازاي يا فندم؟ نحط عينينا على اللي هو اتهمهم. لطفي ابو المجد وحماد وابن لطفي ونشأت. ورفاعي وزناتي. لا رفاعي شاهد في القضيه، لكن زناتي ملوش دعوه بالقضيه، ده حتى سليم ما جابش سيرته في التحقيق. بكره هتعرف. على فكره بقى، زناتي ورفاعي هما الخيط اللي ممكن يوصلنا للحقيقة، عشان كده عايزك تعمل لي تقرير وافي عنهم هما الاتنين وتحطولي على المكتب في أقرب وقت ممكن. تمام سعد، حاضر. نشرب قهوة تاني؟ نضرب يا باشا. مات ازاي؟ كان عندهم كبسة امبارح على تجار سلاح، رفاعي استشهد وزناتي اتصاب. حد غيرهم جراله حاجة؟ لا يا فندم. الواد زناتي فين دلوقتي؟ المستشفى. طب يلا بينا. على فين يا باشا؟ زيارة المريض واجبة برضه.
ده واحد من رجالتنا. لا ايه؟ ماشي ماشي. دل على السلامة يا زناتي. الحمد لله جت سليمة اهي. الله يسلم عمر سعادتك يا باشا. ده احنا زرنا النبي. والله سعادتك وليك عليا حلفاء لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزيارة دي كنت ضربت نفسي بالنار من زمان. يعني انت اللي ضربت نفسك بالنار ولا ايه؟ لا يا باشا انا ما اقصدش لا مؤاخذة. انا قصدي يعني لو اعرف ان سعادتك هتشرفني بالزيارة دي كنت ضربت نفسي بالنار. يا سيدي اهو من غير ضرب نار ان شاء الله الفترة اللي جاية هنشوف بعض كتير قوي. هتشرف بسعادتك يا باشا طبعا. تسلم يا زناتي. بالمناسبة قال الله في رفاعي قالوا انه كان صاحبك وحبيبك قوي. الا كان صاحبي يا باشا ده كان اكتر من اخويا الله يرحمك يا رفاعي. والله يا باشا وليك على حلفاء ما مصبرني على المصيبه السوداء دي غير انه مات شهيد زمانه متهني في الجنه ونعمها ربنا يكتبها لنا. ولا انت ما تحبش نهايتك تبقى زي نهايه رفاعي؟ اعوذ بالله يا باشا ربنا ينولها لنا وانا طول يا رب. المهم احكي لي بقى ايه اللي حصل. اقول لسعادتك يا باشا اتفضل. احنا نزلنا المأمورية وتحركنا زي ما طارق بيه حاطط الخطه بالظبط. طارق بيه ده ابن حلال قوي واضح انه بيحبك. وانا والله يا باشا ربنا يعلم انا بحبه زي اخويا الكبير تمام. المهم كمل. بس سعادتك اتحركنا من المرحوم رفاعي دخلنا زوق ضلمه كده ومشينا جنب الحيط عشان نوصل في اخره للسور السور بتاع البيت لمؤاخذه يعني والنط جوه لحد ما بقيت الرجاله يحصلونا من الناحيه الثانيه. كان قرار مين بقى انكم انت ورفاعي تخشوا من الزقاق؟ ما انا قلت لسعادتك يعني طارق بيه هو بيحط الخطه. ايوه يعني هو كان قرارك انت ولا قرار رفاعي ولا قرار كنتوا الاثنين ولا قرار طارق بيه؟ يعني سعادتك هو يعني كان قراري وقرار طارق بيه. بس سعادتك طارق بيه ليه طريقه معينه كده يعني في الشغل يعني بيفكر مع رجالته بصوت عالي عشان نوصل لاحسن نتيجه يعني. ديمقراطيه يعني. على فكره الديمقراطيه حلوه قوي في الشغل. شفت لك انه بيحبك وبيثق فيك وبياخد رايك اهو في كل حاجه. وبعدين؟ بس سعادتك اول ما اتحركنا والمرحوم رفاعي في الزوق الضلمه ابتدى ضرب النار من الناحيه الثانيه مشينا جنب الحيط عشان ما حدش يحس بينا. بعدها طلع في الضلمه كده عيل من عيال المعلم ابو سنه ولاد الحرام وضرب رفاعي بالنار وجري في الضلمه على غفله. يا ساتر على غفله؟ طب انت عملت ايه؟ انا طبعا اتخذت سعادتك اول ما شفت المرحوم الله يرحمه سايح في دمه ما بقتش عارف اعمل ايه. فاهمك يا زناتي. وبعدين قلبت فيه يمين وشمال لقيته قاطع النفس يا ولدها عرفت انه قابل وجه كريم قمت اضرب نار بشكل عشوائي كده في الضلمه الواد كان خفي في الضلمه الدنيا ككح لسعادتك. طب وانت اتصبت ازاي؟ ما انا هكمل لسعادتك جاي لك في الكلام اهو. تعالى انا مستنيك. وانا ماشي سعادتك كده طلع عليا في الضلمه عيل تاني. ده واد تاني غير الواد الاولاني اللي ضرب رفاعي بالنار. سعادتك دوك هخفف في الضلمه معرفش راح فين مصيبه. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. المهم سعادتك من هنا وقعنا في الارض لما الواد نط عليا في الضلمه والطبنجه وقعت من ايدي. هو شد وانا شد وكان في فرد بلدي لما وظف ايده راح ضاربني بالنار. سحت في دمي وهو جاري ورا زميلي. باب الحرام. كمل يا زناتي وبعدين. بس سعادتك حاولت اوقف النزيف لحد ما الرجاله جولي. على كده بقى العيال دول اللي اتمسكوا مع العيال اللي اتمسكوا في بيت ابو سنه. هربوا ولاد الحرام في رجاله كتير هربت يا باشا. ما هم ولاد حرام صحيح. هيعرفوا يهربوا اكيد. مش فاهم مؤاخذة سعادتك. يعني اللي يعرفوا يقتلوا رفاعي ويضربوه بالنار اكيد ولاد هرمة ولاد حرام. ولاد الحرام دول اكيد هيعرفوا يهربوا. بس هيروحوا فين يا باشا؟ ورحمة رفاعي مع سابهم وهجيبهم واخد طاري منه واخد طار رفاعي كمان. اصلك ما تعرفش يا باشا وكان بالنسبه لي ايه؟ كان اكتر من اخويا الله يرحمك يا رفاعي. الله يرحمه. مساء الخير يا ناس فريده. يا ترى ممكن اخد من وقتك خمس دقايق بس؟ مين يا فريده؟ ده الظاهر يا ماما ان انا قافله على حد بس هروح احرك العربيه واجي على طول. آسف جدا يا نيسة فريدة، ما كنتش أعرف إن والدتك رجعت بالسلام. ليه؟ وهي رجالة حضرتك اللي ماشية ورايا ليل ونهار، ما قالتلكش إني رحت أجيب ماما من المطار؟ لا الحقيقة بلغوني، بس يمكن من كتر الشغل نساني. خير يا صلاح بيه؟ أبدا، أنا بس مندهش، أنت ليه ما دخلتنيش وعرفتيني بوالدتك؟
وهو انت جاي علشان تتعرف على والدتي؟ لا مش القصد يعني، بس ده تصرف مدهش منك يعني. علشان ماما بتكره سليم وما بتقش تسمع سيرته، وبعدين زيها بقى زي اي ام اكيد مش هتنبسط لما تلاقي ظابط جاي يحقق مع بنتها. قال بس ان انا جاي احقق معاك يا فريدة. امال حضرتك جاي ليه؟ بص يا فريدة، انا جاي عشان ابلغك رسالة تبلغيها لسليم. وانا اعرف سليم فين علشان اديله رسالة. فريدة انا متأكد انك بتتصلي بيه، طالما بتتصلي بيه يعني عارفة مكانه. انا عاوزك توصلي له رسالة تقولي له ان احنا لقينا بعض الخيوط ممكن تؤدي للبراءة ولو جزئيا. اقنعيه بانه يجي ويسلم نفسه، وقولي له ان هقف جنبه واحط ايدي في ايده لحد ما اثبت براءته. لكن طول ما هو هربان كده انا مش عارف اعمل له حاجه. قولي له صلاح الطوخي بيقسم بشرفه انه لو سلم نفسه انا هفضل معاه وهتبقى ايدي في ايده، لكن لو فضل هربان غالبا انا هفضل ورا لحد ما اجيب وارميه بنفسي في السجن، وساعتها ما افتكرش انه هيعرف يثبت براءته. عن اذنك. اتفضل يا باشا، القهوه المظبوط. شكر قوي. ما قلتليش عملت ايه في المشكله اللي كانت بينك وبين الحاجه قمر وابني؟ اتحلت ولا لسه؟ أول ما عارف يا باشا إن الحكومة في ظهري وإنك واقفين في صفي لم نفسه خالص. طب الحمد لله. على فكرة القهوة عظيمة أوي، تسلم إيدي. الحمد لله إني عجبتك، يبقى شرفنا دايما وأنا أعملها لك. أنت عارفة تهمة التستر على مجرم هربان عقوبتها إيه؟ ما أنا قلت لك يا باشا إن أنا ما كنتش أعرف هما مين في الأساس، هو أنا لو أعرف يا باشا إن هما مجرمين كنت قعدتهم عندي؟ أه صحيح، أنت قلت الكلام ده قبل كده. واضح إن أنا نسيت. واضح كمان إن بقيت بنسى حاجات كتير أوي لدرجة إن أنا ناسي عقوبة المتهم بالتستر على مجرم هربان. 5 سنين، 6 سنين. مش فاكر. بس عجيبة أوي إنك تبقي ست وحدانية وعندك بنات وتستقبلي 2 رجالة غربة عندك في بيتك ويعيشوا في وسطهم. ما هو يا باشا هم وشهم سمح وما كانش باين عليهم ابدا ان هم مجرمين. وبعدين يا باشا هو كانوا جدعان قوي معانا، وبصراحه طول قعدتهم هنا ما عملوش اي مشكله. واديك سمعت يا باشا عملوا معايا ايه وعملوا مع بنتي ايه، يعني كانوا رجاله قوي وشهمين قوي معانا. لكن قبل ما تكتشفي شهامتهم ورجولتهم دي دخلتيهم عندك اصلا ليه؟ ما هو اصلا يا باشا كنت قايله في كل حته يعني في البلد، وقايله حتى في البر التاني ان انا عايزه دكتور بهايم، عايزه دكتور بهايم. البهايم في النازل يا باشا، المشروع هيروح مني. فبان عليهم سمعوا المعلومه دي فجولي على الاساس ده. اول ما دخل علي قال لي يا دكتور بيطري واللي معايا ده المساعد. صدقته يا باشا، انا اتخدعت. طيب يا حنان، تفتكري بعد ما خرجوا من عندك راحوا فين؟ الله أعلم يا باشا، أنا صحيت الصبح لقيتهم فص ملح وداب، معرفش بقى راحوا شرق ولا راحوا غرب، أرض الله واسعة. لكن الدنيا ضيقة أوي يا حنان. عموما لو اتصلوا بيكي لأي سبب من الأسباب وفي أي وقت كلمينا. أنت قبل كده ما كنتيش عارفة، أنت دلوقتي بقيتي عارفة. لو عرفتي وكلموكي وما كلمتيناش هتبقى تهم التستر على مجرم هربان، ودي جناية في حد ذاتها. بمناسبة جوزك انا هحاول اشوف المشكلة وهحاول اعمل اتصالاتي وهكلمك لو جد جديد. يبقى كتر خيرك يا باشا، يبقى عملت فيا جميلة العمر انا وبناتي. بس انا عايز اقول لك حاجة يا باشا، هم مش هيجوا هنا تاني يعني، بعد ما هم يعني اتعرفوا هنا اتهيألي هيخافوا. محدش عارف، يمكن. يلا السلام عليكم. مع السلامة يا باشا، ربنا يعلي مراتبك يا باشا. مع ألف سلامة. أيوة يا حودة.
طلعناش بحاجة. هو سعادتك لو دوست عليها حبة كنا طلعنا. ما انت عارف يا وليد ده مش اسلوبي في الشغل. وهي ما اظنش انها عارفة هما رايحين على فين، لأنهم كانوا خارجين من هنا أصلا هربانين، يعني هما كمان مش عارفين رايحين على فين. بس ممكن يكلموها تاني سعادتك. لا ما اظنش، سليم أذكى من كده أوي. مهم طلع لي إذن نيابة بكرة بالتليفون. حاضر سعادتك. اطلع. مفيش تقصير ولا حاجة يا فندم، الحكاية كلها إن المكان ده مفيش فيه نقطة شرطة، النقطة الوحيدة الموجودة نقطة صغيرة، عشان كده لما بلغوا المركز والمديرية كانوا هم خرجوا. الله، أمال فين الكماين اللي بتبقى على الطريق صلاة؟ موجودة يا فندم، كل الكماين الموجودة على الطرق الرئيسية اتبلغت، لكن زي ما سعادتك عارف الطرق الرئيسية دي فيها طرق كتير فرعية، عشان كده احنا ما نعرفش هم راحوا فين. ده غير إن ظابط النقطة اتشغل في مشكلة الست صاحبة البيت. تتحرق الست صاحبة البيت ومشكلتها؟ ها؟ وعملتوا ايه معاه؟ حققت معاه. وبعدين؟ ولا حاجة، شفت انها ما تعرفش سليم راح فين. وانت صدقت بقى الكلام ده؟ لأن ما كانش فيه قدامي غير كده يا فندم، وأي ضغط عليها لا هيقدم ولا هيأخر. لا ده دلع يا صلاح، انت بتدلع. ويظهر بقى الكلام اللي قالوه عنك صحيح. كلام ايه يا فندم؟ انت مش واخد القضية جد يا صلاح. لا انت بتهزر، يا دوب بتدور على سليم كده مجرد تأدية واجب وخلاص. والكلام ده انا ما ينفعنيش، انت عارف انت غالي عندي قد ايه. بس لا، الوقت ضيق وما استحملش، ومفيش وقت للهزار والدلع في المسألة دي. سليم الانصاري لو ما جاش في اقرب وقت انا ليه اتصرف تاني، ما تزعلش مني. حاضر يا فندم. يا صلاح بيه، انت مش عايز تصدقني ليه؟ انا فعلا ما اعرفش مكان سليم. لا انا المره دي مصدقك. ومصيرك تعرفي ان سليم الانصاري في الاخر مش هيلاقي ملجأ غيرك انت. وانت تفتكر ان انا لو عرفت مكانه هبلغك؟ لا أنا مش متفائل أوي للدرجة دي، بس بتمنى يعني إنه لو اتصل بيكي أو اتصلت بيه تبقى تبلغي رسالتي الأخيرة، طالما الرسالة اللي فاتت ما عجبتهوش. بلغي إن صلاح الطوخي مش هيسيبه، أنا أرحم من غيري بكتير أوي. الوزراء قلب عليه الدنيا وهيجيبوه هيجيبوه، ولو وقع في إيد حد غيري هيضيع، أنا أرحم من غيري. أنا إذنك. خير يا حسام؟ وهكون جاي تقدم تظلم ولا حاجة؟ على فكرة ده مش تخصصي. لا بالعكس يا فندم، أنا جاي أشكر سعادتك. والله كويس، كويس انك ادركت اخيرا ان اللي انا عملته فيك يستحق الشكر. بصراحه يا فندم انا كنت متوقع حاجه اكبر من كده بكتير، بس في الحقيقه انا عاوز افهم ليه. هو ايه اللي ليه؟ لو مش عاجبك الجزاء اشوف لك جزاء تاني هيعجبك. لا كفايه لحد كده يا فندم، بس في الحقيقه انا عاوز اعرف حضرتك عملت معايا كده ليه. لانك ما تستحقش جزاء اكتر من كده، ولان كمان سلاحك ورجع، مش مهم رجع ازاي، سليم رجعه لك، انت رجعته، مهم انه رجع وخلاص. في حاجة كمان، انا متأكد انك ما هربتش سليم بمزاجك. طب من انا ساعدتك متأكد؟ ايه لازمته الجزء من اساسه؟ لانه هرب بسببك، ولما كنتش صاحبه وزميله ما كانش هيلاقي فرصة واحدة لانه يفكر انه يهرب. والجزء ده عشان تتعلم. تتعلم ايه؟ تتعلم ان المتهم متهم حتى لو كان ابوك. اعتبرني اتعلمت يا فندم، بس اسال حضرتك سؤال. اتفضل. حضرتك لسه شايف ان سليم الانصاري مجرم؟ تبقى لسه ما اتعلمتش اي حاجه يا حسام. بص عاوز اقول لك على حاجه، حكايه ان سليم الانصاري مظلوم او مدان دي مش تخصصي، انا تخصصي اجيبه واسلمه. حكايه مدان او مظلوم دي بتخصصات المحكمة بقى.
حاجه ما تخصنيش انا. يلا خد بالك من نفسك. على فكره في ضابط حبيبي ودفعتي وصديقي في الواد الجديد وصيته عليك، اوعى تاثر رقبتي. حاضر يا فندم. كويس. ملف ايه؟ قضية سليم الأنصاري. ما هي كانت عندي قبل ما تجيلك. طبعا قريته، وقريته كويس قوي كمان. طب وايه رأيك؟ لا رأيي ده هكتبه في تقرير وهرفعه لسيادة اللواء عماد مدير الإدارة اللي سحب منك الملف وجابهولي. يا أخي بيقول لي حاجة غريبة قوي، ما لقاش أي تقدم بيحصل في القضية. فهمت. طيب إحنا باعتبرنا زمايل يعني، أكيد هتحتاج لي في حاجة، في أي معلومة، في حاجات أنا ممكن أفيدك فيها يعني. الحقيقة صراحة أنا ما أعتقدش إن عندك معلومة ممكن تفيدني، وإلا كان زمانك قبضت على سليم الأنصاري بنفسك. إلا بقى لو أنت سبته يهرب بمزاجك. مش صلاح الطوخ اللي تقول له الكلام ده عاوني. تعرف صلاح الطوخ كويس أوي. عموما أنا قلت أعمل اللي عليا وعملت حساب للزمالة اللي بينا. لو احتجت لي أنا موجود. بقول لك يا صلاح، انت عارف كويس قوي ان انا وانت طريقتنا مختلفه في الشغل، وانت فشلت ان انت تجيب سليم الانصاري بسبب طريقتك دي. والملف لما جالي انا ليا طريقتي، وهعرف ازاي اجيب سليم الانصاري. مساء الخير يا أنسة فريدة. مساء النور. يا ترى ايه بقى الحاجة الخطيرة اللي انت جايبينها عشان في منطقة مقطوعة زي دي؟ أنا صلاح بيه. كنا رحنا معاه يا ابني بدل ما سيبناه يروح لوحده كده. وعن يدك يا شيخ صالح، هو عايز يروح لوحده؟ ربنا يعينه بقى، كل واحد اضرب ظروفه. على رايك. وبعدين ده معاه ربنا اللي اقوى واحن عليه من الكل. ربنا يوفقه يا رب. نزل سلاحك يا صلاح بيه. املا لي كمين استهانم. مفيش حد عامل لك كمين. بعدين انت بسبت القضيه. لما انت عارف ان انا سبت القضيه، سمعت ايه اللي انت بتعمله ده كله؟ نزل سلاحك واحنا نتكلم. مش هينفع. حتى لو كنت سبت القضيه، انا لسه راجل امن، وشغلتي ان لو قابلت مجرم لازم اقبض عليه. انت عارف ان سليم بريء يا صلاح بيه. وبعدين انا جاي النهارده وجايب دليل براءتي معايا. واللي معاه دليل براءه يعمل اللي انت بتعمله ده؟ عندك حق. بس الدليل اللي معايا يطلعني بريء قدامك انت بس، لكن ما يخرجنيش بره القضيه. بعد اسأل نفسك ليه انت بالذات دورت عليك مره واتنين وتلاته؟ مش انت ظابط حقاني ومحترم وعمرك ما جيت على حد، حتى بعد ما سبت القضيه غصب عنك. اسمعني، نزل سلاحك واسمعني. صدقتني؟ بس الفيديو ده بيقول ان تامر ابو المجد هو اللي قتل البنت، لكن ما بيقولش مين اللي قتل زياد. عشان كده ما وديتوش النيابه وجيت لك بيه، عشان النيابه عايزه دليل واضح. مش فاهم تقصد ايه. قصدي انك بعد ما شفت الفيديو ده اكيد مش مكدبني، وان زياد صور تامر بعد ما خبط البنت وجالي بعديها رحت امسك الواد موته زياد ولبسه لي انا وهو، عشان احنا الوحيدين اللي عارفين. مجرد كلام نظري. انت عارفهم كويس واتعاملت معاهم كتير، وعارف ان هم ما بيرحموش واديهم طايل. دول حتى بعدوك على القضية عشان ما مشيتش على هواهم وعملت اللي هم عايزينه. بس أنا ما افتكرش إن لطفي والمجد يعمل ده كله لوحده. ما هو مش لوحده. لطفي ونشأة وحماد وتميم وزناتي، ويعلم مين كمان معاهم.
انت عايز مني يا سليم؟ خصوصا انك عارف ان انا سبت القضيه. عايزك تصدقني عشان مفيش غيرك دلوقتي اثق فيه. وافرض صدقتك هتفرق معاك؟ هتفرق على الاقل انا وانت نبقى في خندق واحد. هو ده كل اللي حصل يا عم صالح. ربنا يا ابني يضلل بساتره علينا ويجعل ايده فوق ايدينا ان شاء الله. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. خليها في بالك على طول يا ابني. ربنا يسترها ان شاء الله. يلا بينا نطلع بقى المشوار بتاع ابراهيم. معلش يا ابراهيم عطلناك. لا ولا يهمك سليم بيه، احنا يا دوبك نحسبك. اختر زعلان، مش عايز اسمع لك صوت. اخوك اتاخر. ده مش كويس لا عشانك ولا عشانه. دلوقتي يجي. ابراهيم لا يمكن يسيبني في المصيبه دي ابدا. طب ركزي معايا كده عشان نعرف هنعمل ايه بالظبط. اخوكي بسلامته طلع حويط، وعشان يضمن ان ما لعبش معاه الدنيئه هيدخل هو الاول وراس ليه. احنا بقى نعمل ايه؟ هنطلع احوط منه. اول ما يجوا نشوفهم استخبي انت كده، وانت ابراهيم اول ما يشوفك هيجر عليك وياخدك ويمشي. وبعدين؟ ولا قبلين بقى هو هيجر عليك ياخدك. وانا مني لسليم الانصاري. مالكش حق عطيه تشد عليها بالطريقه دي. ده مهما كان البنت برضه دي بنت كلب. في ايه؟ انت متغاظ عشان ما اتجوزتهاش ولا ايه؟ مين ده يا حاج اللي اتغاظ؟ انا ابو مصعب برضه اللي تترمي تحت رجله خير نساء الدنيا وخير حريات الجنه كمان ان شاء الله. ده كان مجرد حل مش اكتر، وهم الخسرانين ان هم ما رضيوش بيه. طب افرض المهله خلصت وهم مشيوش، هيبقى ايه الحل ساعتها؟ أبو مصعب إذا قال فعل، قسماً بعزة جلال الله لو ما استلمتش البيت قبل ما المهلة تخلص لكون هادد البيت على اللي فيه. وهو إيه اللي هيخليه يجي حتة مقطوعة زي دي كده من طوع إبراهيم؟ ما تشغليش بالك بقى، أنا قلت له يعمل إيه بالظبط؟ هيفهمه إن هنا مكان يجي يستخبي فيه هما الاتنين، ولازم يجي عايله. سلام، هما مستخبيين فين دلوقتي؟ وأنا مش عرفني دلوقتي أنت بترط كتير ليه؟ ما تستني ولما يجوا هتعرفي كل حاجة. ابراهيم اهو. نورا حلق نور حلق. ابراهيم ابراهيم اسلم بيه. هتسيبه يمشي ولا ايه؟ تقدرش هيروح فين يعني؟ انا هجيبه تاني. طب يا بيه انا هروح اروح البت نوره مع سميحه والعيال في المكان اللي انا مخبيهم فيه وهاجي لك يا بيه. ما تجيش، روح انت يلا. لا يا بيه مش هسيبك، هوديهم واجي لك يا سليم بيه، هوديهم واجي لك. امن نفسك يا بيه، لا يضرب عليك نار تاني. هوديها واجي لك يا بيه. وما كملتش في اتفاقك ليه مع زنات يا ابراهيم؟ الخيانه مش سهله قوي عليا كده يا سليم بيه. وبعدين انت بالنسبه لي ربنا العالم اللي في قلبي. يعني زي اخويا بالظبط. وانا مساعده منك. زي ما انت بتقول احنا بين اخوات. ونوره بقت زي اختي. خلينا نفكر بقى ونشوف هنعمل ايه كده نطلع من عند زناتي من غير ما تتأذي. وبالمره نكسب من اللي عمله زناتي فينا. ايوه عوني هيا، برافو عليك، تطلع على هناك ومعاك قوة كبيرة، ما تروحش لوحدك. المنطقة اللي هناك دي مليانة أسلحة. اسمع الكلام، أول سليم الأنصاري ما يبقى تحت إيدك كلمني على طول. يلا بالسلامة. مع السلامة. تعالى صراحة، وشك حلو علينا. جات لهم إخبارية بمكان سليم الأنصاري. طيب أبوك
مش هقول لك ألف مبروك إلا لما سليم الأنصاري يبقى في مكتبي. إيه؟ قول لي بقى كنت عاوز إيه؟ كنت عاوز أستأذنك في حاجة كده. يا أخوان في إيه يا حاج لطفي؟ ما تفهمني يا أخي. إهدى يا متر. دلوقتي تجمعوا كلكم وأحكي الحكاية مرة واحدة. أنا متأكد إن محدش هيتأخر. في إيه يا نجد؟ بيبني على عملها وش كده ليه؟ اسال الحاج لطفي هو اللي مجمعنا ومش راضي يقول لي في ايه. يعني ايه مش عايز يقول في ايه؟ ولا بعياله ولا ايه؟ احنا هنفضل ماشيين وراه لحد امتى؟ مش كفايه اللي حصل لي تحت راسه هو وابنه؟ لا 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 يا حماد بيه، ده الحاج لطفي برضه حبيبك واخوه. كان زمانه جبر يا اخويا. ليه كده؟ ساله في ايه؟ في ايه يا حاج لطفي؟ سيبك منه نشات، ما انت عارف حماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في ايه يا متر؟ كده بقى علمي علمك. شادي عارف يا حاج؟ ما يعرف. ولا كنت عايز ابنك يعيش طول عمره مطوق على قفاه؟ وشرفك عندي، اللي حصل ده ما يعدي بالسهل. بلاش جعجعه فارغه يا حماد. انت ايه؟ فاكر نفسك في خطبه من خطب مجلس الشعب بتوعك؟ جرى يا حاج انتوا جايبيني هنا عشان تحلوا مشاكلكم ولا ايه؟ اخرى سنه. مش عايز بلد النسوان انت كمان. قصدك ايه بلد النسوان دي؟ قصدي تسيبك من الحكايه بتاعتك انت وابنك دي. عندنا الاهم يا حماد. جمعين فوق زعبل ان شاء الله. كويس انك جيب برجلك. ولا نازل البنجه اللي في ايدك دي. ناولنا على ايه يا لطفي؟ المره دي مش هسيبك يا سليم. سليم؟ نسيت باشا مصر ولا ايه؟ نمسك اعصابنا ونهدى شويه عشان لو طلق طلعت بالغلط كلنا هنموت. رد يا لطفي. الو. يا حاج. ايوه تامر. انت فين؟ لا رموني عند البيت. هو ايه اللي بيحصل يا حاج بالظبط ما تفهمني؟ مش وقت رغي دلوقتي يا تامر. يعني ايه؟ انا بعت لك تذكره على الواتساب. تاخد باسبورك وتطلع على المطار. اول ما توصل كلمني طمني. ما تفهمني ايه اللي بيحصل يا لطفي؟ انا كده عملت اللي عليا يا لطفي. جيت دور عليك. طب انا في ايدي ايه اعمله لك بعد ما اتفقت مع زناتي؟ سلم لي زناتي. سلمك زناتي ايه؟ انا سلمك ابني. يبقى انا استفدت ايه؟ ده انا عملت كل اللي انا عملته ده عشان ابني. انت ابنك ما يلزمنيش في حاجه. ابنك سجنه اللي هياخر ولا قدم حاجه بالنسبه لي، لكن رقبتي اللي هيحلها رقبه زناتي. طب والواد؟ عندي وصف سليم. هسلم لي زناتي اسلمك ابنك. وعشان تتاكد من كلامي هقول لك نطلعه زي بره البلد دي قبل ما نضرب ضربتنا. قلت ايه؟ سليم عنده حق. من ساعه المصيبه اللي عملها تامر ابني واحنا كل يوم بنتورط اكتر من اليوم اللي قبله. والسلاح اللي في ايدينا ده مش هيخرجنا من ورطتنا. امال اللي هيخرجنا يا حاج؟ انك تتفق مع الباشا؟ انا مش اول واحد يتفق يا زناتي. وبعدين ما احنا بنكسر فيه وبيكسر فينا من اول المشوار. وصلنا لايه؟ اسمع كلام عمك الحاج يا زناتي. احنا من الاول اصلا ما فيش بينا عداوه. بس بعد اللي عمله ابن لطفي كلنا تصرفنا بغشوميه. واولكم انا. اتغشمنا؟ اتغشمنا. بدل القتيل بقوا اتنين وتلاته واربعه. ويعلم مين اللي جاي. مش قادر اصدقك يا حضرة الظابط. ليه يا متر؟ ده انا جاي لحد عندك عشان نشوف حل يرضينا كلنا. يا ريت. بس ازاي؟ عيب ده انت محامي كبير وهتفهم الكلام. اسمعوا كلامي بعدين متر يحكم. السلاح اللي احنا رافعينه في وش بعض ده مش هيفيد بحاجه. نزلوا سلاح احسن. انت جاي تلعب بينا يا جدع انت ولا ايه؟ لا يا زناتي. انا جاي اجيب لكم حل يرضينا كلنا بالقانون. القانون محتاج متهم علشان يحاكمه يا سليم بيه. موجود. وده هنجيبه منين ان شاء الله؟ موت ندى يخص تامر. وتامر شويه هيطلع بره البلد لحد ما الحكم يسقط عليه. وانا اتفقت كده مع الحاج لطفي. يفضل ايه؟ يفضل كتير، موت زياد. يخص زناتي. نعم يا اخويا، انتوا جايبيني هنا عشان تتفقوا عليا ولا ايه؟ اهدى يا زناتي، ما تقول كلام يدخل العقل يا سليم بيه. جرايه متر. هو انا بقول حاجه غير الحقيقه؟ مش زناتي اللي موت زياد ولا ايه؟ انا اللي موتته. والبهاشر وكاتب كل حاجه يعني ما يقدروش يبيعوني. واولهم الحاج اللي جيت اتفق معاك ده. ومين قال اللي انا عايزهم يبيعوك يا زناتي؟ امال ايه يعني؟
عايز ندخل السجن يا جماعه عشان سعادتك تتبسط وترتاح؟ لا يا زناتي، احنا كلنا دلوقتي هنتفق على شهاده واحده نقولها قدام النيابه. اللي قتل زياد هو المرحوم رفاعي. ايه الجنان ده؟ ورفاعي هيقتل زياد ليه؟ استنى يا معالي النايب، كمل يا سليم بيه. اول متر فهمني اهو. لازمته يبقى حد يتاذي فينا بسبب زياد. مرفعه عشيله وبرضه مش هيتاذي عشان خلاص مات. احنا زي ما جبتناش الفكره العبقريه المجنونه دي عشان طول الوقت كنا بنفكر ان احنا نحارب بعض. مفيش مره واحده فكرنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونشوف حل. ايه يا متر، انت هتصدق الهلوسه اللي بقولها دي ولا ايه؟ استنى يا زناتي. استنى ايه تاني؟ لما تسلموني. وانا اسلمك ليه يا زناتي؟ انا ما يهمنيش مين قتل زياد، انا اللي يهمني نسبه براءتي. انا عارف اللي انت قتلت زياد زي ما انا عارف ان انت قتلت رفاعي وتيسى، بس كل ده ما يهمنيش. انا يهمني دلوقتي الناس بتحقي. وانا الكلام ده ما يدخلش ذمتي بمليه. انا موتك دلوقتي والبهوات يشهدوا معايا انك اتهجمت علينا، وانا موتك دفاع عن النفس، وهي مش اول ولا اخر مره يشهدوا زور. يعني انتوا ايه، مش متفقين مع بعض؟ نعم، متفق مع مين وفيه بالظبط؟ اسمع يا زناتي، انا عارف انك متفق مع سليم تديله الفيديو ورفاعي يشيل قضيه زياد. ما حصلش، مش قلت لكم الجدع ده بيلعب بينا؟ الحكايه سليم بيه، الحكايه خلصت خلاص يا لطفي. نزل سلاحك انت وهو، نزلوا سلاحكم. نزل سلاحك يا زناتي، انت مش شايف اللي حواليك؟ لا شايف، بس انت كمان لازم تشوف ان مش زناتي اللي هروح اوانطة، ولو حد فيكم قرب خطوه كمان هفرتك دماغ صاحبك اللي انت متفق معاه ده. انت فاهم؟ اللعبه خلصت خلاص يا زناتي، وانت كده كده رايح. نزل سلاحك عشان نعرف نتكلم. مش هروح لوحدي، ولو كنت فاكر انتوا هتلعبوها بشوات مع بعض وهيشيلها الامين الغلبان تبقى غلطان. انا مش هروح لوحدي، انت فاهم؟ ومش هغرق لوحدي، لو هنغرق هنغرق كلنا، يعني عليا وعلى اعدائي. زناتي الحكايه خلاص، ما فيهاش امين وظابط، اللي غلط هيتحاسب. ما انتوا كمان بتغلطوا، ما حدش فيكم يتحاسب. هو سليم ده احسن مني في ايه؟ اهدى يا زناتي، اهدى عشان نعرف نتكلم. ما تقوليش اهدى، انا مش مجنون. اهدى يا زناتي، خلينا نعرف نتكلم. اهدى. أكيد دلوقتي صدقتني يا صلاح بيه، ولو مت دلوقتي ولا قتلني يبقى ذنبي في رقبتك. هو ده اللي همك؟ اتفضل يا باشا، حد الله بيني وبين الحرام. مش هوصيك يا سليم، انا عاوز اعترافات واضحه، مش عاوزين كل اللي عملناه ده يروح على الارض. متقلقش يا باشا، هقررهم لك واحد واحد. انت ما تعرفش عماد بيت عامل قد ايه لحد ما وافق ان انا اقدم طلب للنيابه بتسجيل المقابله دي. حتى النائب العام ما وافقش غير لما وعدته ان الموضوع ده كله شايلون على مسؤوليتي بشكل شخصي. متقلقش، لو خرجت من جوه عايش مش صغر رقبتك. خد بالك من نفسك يا سليم. كله على الله. كان نفسي يطلع عايش عشان يدفع ثمن اللي عمله. اللي ما دفعوش في الدنيا يا سليم هيدفعه في الاخره. أظن أنا كده عملت كل اللي عليا ووفيت بكل وعودي. ما عادش فاضل لي دلوقتي غير إن أنا أقبض على ابن لطفي والمجد عشان حق ندى.
بالشكل ده ابقى خلصت من القضيه دي خالص. سليم، تشغل نفسك بحاجات مش هتفرق كتير. حتى لو انا اقتنعت انك بريء، ما اعتقدش ان ده هيغير في موقفك القانوني في حاجه. هيفرق لو ساعدتني اجيب دليل براءتي. ازاي؟ انا عندي خطه ممكن نجيب اعترافات منهم وتسجيلات منهم ان هم اللي عملوا كل ده. بس عشان ده يحصل محتاجين اذن من النيابه. وانت الوحيد اللي تقدر تساعدني. انت كده عملت اللي عليك. ابن لطفي ده بتاعنا. انا اللي هجيبه. تيجي بالمايك؟ اتفضل يا باشا. مبروك يا سليم. بكره الصبح تقدر تستلم شغلك ان شاء الله. شكرا سعادتك. عايز تشكر صحيح؟ تشكر بقى صلاح بيه. هو اللي شال الليله كلها على مسؤوليته الشخصيه. لو فضلت طول عمري احاول ارد لك الجميل اللي عملته معايا مش هقدر. بلاش الكلام الكبير ده يا سليم. احنا هنا عشان ننفذ شغلنا وبس. ويا ريت نعتبر اللي حصل ده فرصه نراجع نفسنا ونتعلم منها. عندك حق دي. يلا. ربنا بقى معاكوا في اللي جاي. مش عاوزين مشاكل تاني يا سليم. مش عاوز تجيني عنك أي مشكلة. يا باشا وأنا بتاع مشاكل. خلاص. خلاص اتعلمت. طب كويس. بس أنا بقى مستغرب سعادتك لما قلت كلنا لازم نتعلم. لا طبعًا، كلنا لازم نتعلم. وأولكم أنا. أنت عارف يا سليم أنا ليه ساعدتك؟ ليه يا باشا؟ أنا أبويا كان ظابط في الداخلية. في الفترة اللي أنا اتخرجت فيها من الكلية كان هو بيخدم في الصعيد. في التسعينات أيام موجة الإرهاب والحاجات دي. وكان عنده ظابط تحته كان عنيف قوي. وأبويا حاول كتير يرجعه عن عنفه. لكن هو كان مصر. لدرجة إنه ربى عداوات كتيرة قوي بين أهل الصعيد وبينه وبين الإرهابيين. لحد ما قرروا يتخلصوا منه. غريبة دي. أهلي وإرهابيين مع بعض. شفت الافتراء بقى؟ ويوم ما قرروا ينفذوا جريمتهم استنوه قدام المدورية. وخرج أبويا وخرج الضابط ده وراه. فتحوا النار ودارت معركة. أبويا اتصاب برصاصتين في ظهره العمود الفقري. اتشل وقعد على كرسي. لا بيتكلم ولا بيتحرك. طب الظابط التاني؟ اتصاب في رجليه. دخل المستشفى وتعالج وخرج. ورجع لشغله فضل يترقى ويترقى ويترقى. لحد ما بقى في المكتب اللي احنا لسه خارجين منه ده. عماد بيه؟ أبويا عايش بس قاعد على كرسي لا بيتحرك ولا بيتكلم. ربنا يديله الصحة. بس برضه معلش يعني أنا مش فاهم اللي حصل ده إيه علاقته بيا. في الأول خالص أنا كنت مصر أجيبك بإيدي وبسناني وأسلمك بنفسي. إنك كنت بالنسبة لي نسخة مكررة من عماد. لما اكتشفت براءتك شفت انك نسخة مكررة من ابويا اللي دفع ثمن غلطة واحد تاني. الحمد لله. خد بالك من نفسك يا سليم. انا مش عارف ارد لك الجميل ده ازاي. لو عاوز ترد لي جميلة بجد اوعدني انك لا تظلم ولا تساعد ظالم. ولا اعمل مشاكل ولا تعمل مشاكل. السلام يا سليم. خلاص خلصت. راضي عني يا سيادة اللواء؟
رادع. طول ما احنا عايشين هنفضل نغلط، لكن المهم اننا نتعلم من غلطنا. مش كل اللي بتشوفه عينينا لازم بالضرورة يكون حقيقي. الشر له ألف وش ووش، والخير كتير بيبقى متداري. ولحد يوم الدين هيفضل صراع قائم ما بين الخير والشر، ودورنا إننا ندور ونفكر ونحس علشان نعرف نختار طريقنا ونمشي فيه لحد ما نوصل للحقيقة. الحكاية ما خلصتش على كده.